منذ تدشين خدمات الشبكة السعودية في المملكة العربية السعودية عام 1990 وحتى يومنا الحالي، تم تسجيل ما يقارب 118 ألف نقطة بيع فقط حول المملكة. ما في شك أن خدمات نقاط البيع في المملكة لها مستقبل واعد، ففي عام 2006 وصلت العمليات المنفذة ما يقارب 39 ألف عملية في الساعة، 936 ألف عملية في اليوم، يعني حوالي 341 مليون عملية بقيمة 160 مليار ريال في هذه السنة وحدها. لكن ما زال حوالي 70% من البنوك السعودية تمتلك أقل من 10,000 جهاز نقطة بيع لدى عملائها، وبالطبع معدل النمو وتوسع هذه الخدمة يقل عن 15% سنوياً، وهو اللي يشكل نسبة قليلة مقارنة بنمو سوقنا المحلي. وين المشكلة؟ خلينا أولاً نشوف كيف عملية تزويد العملاء بنقاط البيع من جهة البنوك. تبدأ العملية لما يحتاج البنك يطلب مجموعة من أجهزة الـ POS بأنواعها المختلفة GPRS، الدايلاب والـ NFC واللان. بعدها يقوم البنك بإرسال طلبات الأسعار لجميع الموردين. في هذه الأثناء يقوم البنك بتحمل أعباء متابعة صحة شهادات مؤسسة النقد والأوراق الرسمية للموردين، ويتم بعدها مناقشة الأسعار واتفاقيات الخدمة لفترة طويلة. بعدها يقوم البنك باختيار المورد الفائز بناء على الأسعار وجودة الخدمة ومواصفات الأجهزة. وأحياناً يمتلك المورد جزء من الطلبية، فيضطر البنك لاختيار أكثر من مورد، هذا غير التفاوض مع ثلاث شركات اتصالات لإكمال متطلبات الخدمة، وينتج من هذا ضياع الكثير من الوقت والمال وموارد الموظفين في البنك. خلينا نشوف ايش صار مع عبد العزيز. عبد العزيز تاجر قرر يفتح سوبر ماركت وكمل كل شيء وباقي له تركيب البي او اس. اتصل عبد العزيز على البنك وطلب ارخص نقطه بيع، واقترح عليه بالتالي جهاز الدايلاب. بعد ذلك قام موظف البنك بارسال الطلب للمورد. وقتها يقوم المورد بالتاكد من تسجيل الجهاز لدى مؤسسه النقد، ثم يتواصل المورد مع عبد العزيز لتحديد موعد التركيب، ويجي الفني بعدها ويركب البي او اس. وبينما عبد العزيز مبسوط ويبيع للزبائن، فجأة صار يحس ببطء كبير في تنفيذ العمليات على الشبكة، ويضطر يوقف التعامل بالبطاقة ويزعلون الزبائن، ويضطر يتواصل مع البنك يطلب له الموظف جهاز نقطة بيع GPRS لتسريع عملياته على الشبكة. وبعد ما يستلم المورد الطلب يحاول يوصل لموقع عبد العزيز، لكن ما قدر يحدد مكانه إلا بعد مضي وقت وجهد كبير. وأخيرا يوصل المورد ويبدل الجهاز القديم بالجهاز الجديد، ويسوي له هات سواب لبياناته، ويطلب من عبد العزيز يشتري شريحة للجهاز. يقوم عبد العزيز بشراء شريحة، لكنها تطلع ما هي الشريحة المطلوبة، وبالتالي يقوم عبد العزيز بالتواصل مع البنك مرة ثانية لحل المشكلة. ويجي المورد يتأكد من المشكلة ويلقى أن نوع الشريحة غلط، ويوصي عبد العزيز على شريحة من نوع مخصص للجهاز. ويرجع عبد العزيز لشراء الشريحة الصحيحة، وأخيراً يشتغل الجهاز. ومع مرور الوقت تتكرر المشاكل مرة بعد مرة بدون توقف، مرة ينتهي ورق الفواتير، مرة ينسى يسدد فاتورة الاتصالات، ومرة يواجه ضغط على الشبكة مزود الاتصالات، وغيرها من المشاكل. وتستمر المكالمات بين العميل والبنك والمورد، وتستمر معاناة البنك في التنسيق بينهم. هذا غير صعوبات الدفع بالبطاقة عند وجود حاجز زجاجي مثل الصيدليات بعد وقت الإغلاق، أو حواجز الأمن الزجاجية في معارض السيارات اللي تمرر مستندات وأوراق فقط. هذا غير مشاكل عدم القدرة على تحريك الجهاز في بعض المحلات، مما يسبب حرج لأصحاب البطاقات وقت الدفع. هل بالإمكان اختصار هذه العملية الطويلة المتعبة للبائع والبنك على حد سواء؟ الآن مع نظام الـ MSP يمكن حل كل هذه المشاكل وأكثر. يختصر نظام الـ MSP كل هذا التنسيق على البنك بمواجهة العميل مباشرة، وتلقى جميع طلباته وحلها من قبل النظام. أيضاً يقوم النظام بتعيين مهندس مقيم لدى جميع البنوك لمتابعة تسجيل الأجهزة لدى مؤسسة النقد وجميع المعاملات الأخرى. ويقوم النظام أيضاً باختيار أفضل جهاز لمتطلبات العميل، واختيار مشغل الاتصالات الأفضل لموقعه، وتوفير الشرائح الملائمة له، والتي يقوم النظام بدفعها مقدماً لمدة سنة، ويتم تجديدها ذاتياً لتجنب تعطل الخدمة، إضافة إلى توفير ورق الفواتير بشكل دائم للعملاء، وتخزين موقع العميل الجغرافي لسهولة الوصول إليه. يعني ما بتكون في مشاكل في الدفع من وراء زجاج في الصيدليات، ويصير عندهم أجهزة لاسلكية توصل لمكان العميل، أو في معارض السيارات اللي عندهم حواجز زجاجية تصير عندهم أجهزة مخصصة للأرقام السرية على جهات العميل، ولا يحتاج العميل إنه يدور من وراء الكاونتر عشان يحط الرقم السري. كيف يخدم نظام الـ MSP العملاء؟ يقدم نظام الـ MSP حلول متكاملة لخدمة العملاء عبر عدة منافذ، منها الرد الآلي، الكول سنتر، تطبيقات الأجهزة المحمولة، الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الطلب من نفس الـ POS. كيف يقدر البنك متابعة العملاء وأجهزة نقاط البيع؟
يقدر البنك يتابع عملائه عبر الدخول للنظام والتحكم بالعديد من الخصائص والخدمات كخدمة الموازنة عن بعد وخدمة تفعيل وإلغاء الكاش باك. عبر نظام الـ MSP ستتمكن البنوك من التوسع بشكل أكثر مرونة ونشر ثقافة الـ POS بكل سلاسة ويسر. نظام الـ MSP هو مستقبل خدمات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، واللي بيوفر طريقة أسهل وأفضل لتنفيذ عمليات البيع للبنك وللعملاء.